السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزل. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على تونس، يعني تونس ووكاله مكافحه المنشطات وتطورات خطيره، يعني وين تنذر بالأسوأ. ان شاء الله بربي ما يعاقبوا لهمش البوله تاعهم كره القدم الاخرى وصالحهم. هذه هي عرفتو كيفاش، وين تشوف يعني ناس يعني اصحاب مصالح، يعني من اجل مصلحه، من اجل ضرب استقرار تاع بلد يضرب لك رياضه كيما داروا لنا حنا في 2017، قاعد يخطوا لها من 2009 وما يخطوا لها من 2009 اعداء الجزائر وما يخطوا لها. خاطش على جاو رجال خدموا كرة القدم الجزائر، حطوا مشروع، قال لك قلعوا في مشروع هو. وكاين يعني ناس اللي جاوا في 2017 يعني من اجل إذاءة الشعب الجزائري، تلذذ بإذاءة الشعب الجزائري. يعني في 2009 الربيع الكلاب، هذا ربيع يقولوا له ربيع العرب ولا ما عرفتش تايا، ثورات عربيه على يعني وين يحشولهم دق دقو تونس، دق دق دقو ليبيا، دق دقو دق دقو بلدانهم صاروا مازالوا ما قدموش رواحهم لليوم. العراق شو كيفاش كيديروا لبعضهم بعض، هاني يعني لهنا مين ما نجيبوش. قال لك هذو لازم تاذيه في قلبه، حتى لا شيء يبغي بلوطه، يبغي ليكيب ناسيونال تاعه توشي توانسه فانيك ضربك. الشعب يعني اللي دار على هاد المسؤولين في وقت ما، يعني بتاع الثوره اللي داروها تاع بن علي هذاك وكلش، اليوم يبقاو هذوك العملاء قعدوا يخدموا حتى يطيحوا النظام هذا تاع تونس. باش بالرياضه، خاطر الرياضه راهي حاجه كبيره. بكري كان يقول لك كرة القدم داية قطرة من البحر تاع السياسة، لا ضربك، السياسة راهي داية قطرة من البحر تاع كرة القدم. كرة القدم راهي بزاف صوالح فيها، بزاف أمور فيها، بزاف أهداف، أهداف سياسية، أهداف يعني اقتصاد تاع بلاد، بزاف صوالح فيها كرة القدم. تيجي تقول لي لا كرة القدم جلد منفوخ، مي ما تقدرش توصلها تقول لي جلد منفوخ باش تدافعوا على أصحابكم. وين بات الحرب البارد بين تونس ووكالة العالمية لمكافحة المنشطات ورد، يعني مرشحة لاشتعال بعد ظهور تطورات خطيرة حملتها ردة فعل وكالة على قرار سيادي التونسي تم اتخاذه إذ زيارة رئيس البلاد قيس سعد إلى مسبح رادس والذي شهد حادثة حجاب العلم الشهير التونسي. وجاءت يعني حادثة حجب العلم التونسي في أثناء منافسات مسابقة دولية في الرياضة السباحة بالمسبح الأولمبي برادس، تطبيق لعقوبات التي أدت في وقت سابق لعدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات. وعطف على ذلك، هذه الحادثة أعلنت وزارة الشباب والرياضة إقالة مدير العام لوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ومندوب جهوي للشباب والرياضة بمحافظة بن عروس، وأيضا حل مكتب الاتحاد التونسي للسباحة وتعيين مكتب مؤقت. لم تتوقف تبعات حادثة حجب العلم عند إقالات فقط، وإنما مرت إلى اعتقالات أيضا، حيث أدانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمحافظة بن عروس في تونس لأعوان فرقة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني بوضع رئيس مجلس إدارة السباحة وإطار بارز بوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة تحقيق القضائي. هذه هي والو قرار ربما غادي يدي الإعدام. تلعب بسيادة خيانة عظمى، ما تعيش. قال لا منا لا مليم، قال لا توانسة ما عندهمش توانسة، ما قال لك باللي راهم يحفروا له، ما قال لك ما قالكم يحفروا المونترينر، ما قالكم يحفروا الرئيس الاتحادية اللي كان من قبل، ما قالك من ما قالك.
خاطش على حنا عندنا الناس تتكلم على رئيس اتحاديه ما كاش لي ام يخرجوا. خرج واحد قال لهم يحضروا له بكري كان يقول لكم يحضروا ام يحضروا الرئيس اتحاديه في طعم مدرب. واليوم كي نتوما راكم تهضروا على رئيس اتحاديه شاكم تديروا؟ راكم تبنوا راكم تهدوا. لازم لهنا في الجزائر فاني كيما هاك لازم تسمع اعتقالات اعتقالات الجبيد جبد اعطيه جبد اعطيه جبد اعطيه والو ما كاش كاع ما كاش تسامح. خاطش هذه دولة هذه أمة كيان يا خويا ما كاش تسامح. إلا تقدر تنقطع لك راسك نقطع لك راسك نورمال عادي. هذه هي إلا قدر لازم كيما هاكا لازم ضرب بيد من حديد. هذه هي خاطش عليها ما كاش سبحان الله لازم 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 صوالح هذو شوف كيفاش وين وصلنا. وصلنا انت وين الناس والناس تعاير كاش الناس تهدر يا هدرو كل شغل ما كان والو واحد طايع على لونتينا واحد طايع على رئيس الاتحاديه واحد طايع تاع لي زاربيل وهما كانوا دايرين الهول والهوال. ها التوانسه رئيس الاتحاديه تاعهم غير طبيعي من نشوفوا حنايا الكوارث اللي كانوا عندنا لهنا وتروح تشوف تونس شا كان عندها. يا ود عمي ليلى تبان لك باللي تونس هي غلطة غير صغيرة هذه هي تبان لك غلطة غير صغيرة. يعني والله ما أنا والله ما نسكت عليكم حتى التالية. هذه والله لا هذه لازم لكم حسابات بزاف لازم لها خويا لازم الناس ما تسكتش. وقرر وإن قرر حكومي صارم أصدر حافظة وكالة العالمية والتي تفاعلت مع الموضوع بالرد يعني يحمل في طينة التهديد يعني في حيث طلبت بالإفراج الفوري والغير مشروع عن المعتقلين في القضية. خلفت واقعة حجب العالم التونسي في دورة السباحة بمسبح رادس امتثال لعقوبة وكالة العالمية المكافحة منشطات غضب عارم استدعى تدخل مباشر من رئيس الجمهورية التونسي قيس سعد. وفي أول ردودها حول الحادثة عبرت وكالة دولية لمكافحة المنشطات في مقالها العميق يعني لقلقها العميق لتوقيف مدير وكالة تونس مكافحة المنشطات داعية إلى إفراج الفوري الغير المشروط عنه. واندلعت هذه القضية بعد إخفاء العالم التونسي بقطعة قماش خلال بطولة تونس لمصر في السباحة وذلك تابع لعقوبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. يعني فأمر الرئيس التونس قيس سعد بحل مكتب الاتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بما فيهم مدير العام لوكالة مكافحة المنشطات بعدما قام بزيارة غاضبة لمسبح مساء يوم الجمعة الماضي. وفي تصريحات نقلتها وكالة فرانس بريس أوضح الناطق باسم نيابة بن عروس محمد صدوق يعني بأن 9 أشخاص في المجموع يلاحقون في هذه القضية بينهم مسؤولون موقوفون منذ السبت فيما دعا 7 أشخاص آخرون الاثنين للمثول أمام هذه النيابة الواقعة جنوب تونس العاصمة. ويواجه المشتبه بهم تهم تآمر ضد الأمن الداخلي للدولة وتكوين عصابة منظمة لاقتراب اعتداءات وأحداث فوضى وإحداث الفوضى والمساس بالعالم تونس حسب ما أضاف يعني به. لكن يعني وكالة دولية لمكافحة المنشطات والتي اتخذت من مونتريال يعني كندا مقر لها تأسفت لتوقيف نظر للتقدم الممتاز الذي قام به تم إحرازه يعني إحراره بهدف إعادة امتثال تونس للقوانين الدولية لمكافحة المنشطات. وتسجل إشارة لأن العقوبات المسلطة على تونس والتي تستعد للمشاركة في أولمبياد باريس شملت عدم السماح برفع علم تونس في الألعاب الأولمبية حتى تعود إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فضلا عن عدم استضافتها بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية. عرفتوا كيفاش؟ من هنا قال لهم والله ما نسمع معكم قرار رئاسي والو تيخ من الفوق كاش اللي يهدر؟ لا
لازم لها كيما هكا، لازم لكم نتوما هنا فاني كيما هكا. غلطت وخلص، غلط خلص، حاجة سهلة مهلة، غلط خلص خويا، كاش لا مشكل. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو.